السلام عليكم متابعين موقع طنجاوي، ومرحبا بكم في حلقة جديدة في ميكرو طنجاوي. موضوع ديالنا اليوم هو على هذا المحتوى اللي رجعنا كنشوفوه، وشنا الرأي ديالكم فيه؟ اجي نشوفوا الرأي الناس في الشارع. الصراحة زعما اش نقول لك الشوهة، والله الفضيحة بما كان. جميع أنواع الدل والمهانة والتبهديلة ولينا كنشوفوها في السوشيال ميديا زعما الصراحة. دي محتوى ديال اش نقول لك؟ محتوى ديال الزبالة. ولكن حاليا المحتوى وصلنا للحاضيض. الأسفل السافلين هذك الله لطا هذو الناس اللي كيتابعهم سمي حيدوا لهم المتابعه ويسينياليو وقفوا هذه السفاهه. هادشي بيدنا ماشي بيد شي واحد. في الحمد لله ما عندناش والدينا ما حاضرينش على هادشي هذا، كانوا حاضرين على هادشي هذا الله يرحمهم امين، كنا حاضرين عليه وكانوا حاضرين على هادشي هذا، وكان مصيبه وصافي. القاصر اللي كيتبعوا دابا هادشي هذا كنوجدوا شباب فاشل، غيبقى الهدف ديالهم انهم خصهم في واحد النهار يبوزيو حتى هما باي حاجه. الحل هادشي اللي توقف هو اننا ما نبقاوش نتبعوا هادشي هذا، يعني كتجي مثلي اولا واحد كما كان النوع ديالو تجيبو تحشي في وسط العائله ديالك في وسط خوتك وتصوروا وتبينوا للناس، شنو كتعني؟ واش حنا غنطبعوا مع المثليه؟ فهمتيني؟ طلع واش كاينه شي حاجه اسمها شهره الشوهه هي اللي ولات دابا. خاي عثمان غنقول لك شنو الراي ديالك في هذا المحتوى اللي رجعنا كنشوفو مؤخرا؟ واش غنقول لك الحبيب ديالي؟ اول حاجه بعدا مرحبا بك في مسنانة سيتي ماشي في هاوريو الجيراري. والله الصراحه زعما اش غنقول لك الشوهه، والله الفضيحه بما كان. جميع انواع الدل والمهانه والتبهديله ولينا كنشوفوها في السوشيال ميديا زعما الصراحه. ودابا الغريب في الامر هذا الشيء ولينا كنشوفوه من النساء ماشي من الرجال، فهمتيني؟ يعني الراجل تايلا مثلا خرج في وسائل التواصل الاجتماعي وعمل فضيحه ولا عمل كذا كيبقى كما كنقولوا. دابا المراه هي الاساس ديال المجتمع، كنشوفوا النساء كيتعايروا مع بعضياتهم، وهذا الشيء جديد على المجتمع الطنجاوي بالخصوص. بعدا حنا دابا تينا سمعتي الضجه اللي نايضه على ذاك السبوع اللي وقع وداك هواريو وداك الشيء هذاك. حنا الافراح ديالنا ما كنخلطوش النساء مع الرجال، دابا ماشي ولاو غير النساء والرجال كيتخلطوا، دابا ولاو كيجيبوا حتى نصاوس حتى زوكولوكوس ولاو كيجيبوا باقي ابراهيم، فهمتيني؟ ها المشكله ما تجيب واحد الانسان نص نص كيتعوج تما في ذاك الفرح الرجال ديال النساء كينقزوا فوق القاعده، ناضت سيده كتهضر كتسنكر داك الوضع هذاك وهي تنوض لك ضجه، وجوج د السيمانات طنجه كامله بلا نعاس، كلشي كينعس على الاربعة الصباح، هذه كتقول هاواريو، هذه كتقول لها لاس فيغاس، هذه كتقول الجيراري، هذه كتقول لها. ودخلوا في الاعراض اخي ابراهيم، ودخلوا في واحد الامور اللي شغنقول لك اخي، ما والامهات ديالهم هما الضحايا في هذا الشيء. هذا الفيلم كامل دابا ساله، قلنا راه ساله. واحد شويش قال لك لا هدا، ها هما قلبوا في بعضهم، دابا الناس اللي جاوا يعملوا لديك السيده الاشهار او ما قلبوا فيها عاود راه ما عندك يا الفعله يا التركه يا الشوافه يا مهم جميع انواع الموبقات السبع اخي ابراهيم مجموعين تما الصراحه اخي. يعني انت هذا حرقك في قلبك ما خصكش تشوف شي غير حرقني في قلبي، هي اللحم تقطعت لي في وسط مخي من داخل، فهمتيني؟ هادشي كيسيء المدينه وكيسيء البلاد ديالنا. شوف الدوله المغربيه بالقياده الساميه ديال الملك ديالنا مشى في واحد المنحه تصاعدي حتى من ناحيه ديال الامور مثلا الاخلاقيه ولا هذا. الدوله عيب اننا نسيء الدوله في هذه الامور فحال هيدا. واش واحد معروف وسائل التواصل الاجتماعي اكثر من جوج الملايين ولا هذا ديال المتابعين ويقول على مغربيه انها تيت انها خليج انها كذا، حشومه فهمتيني؟ عيب عيب. وهذا الشيء هذا خص التدخل ديال يعني الفاعلين الجمعويين والناس ديال حقوق الانسان وحقوق المراه، لان هذه راه اساءه للمراه المغربيه. اذا الميساج ديالي للناس اللي كيتابعوا هاد كما كنقولوا حنا طنجاوه كلالط، هاد كلالط هادو الناس اللي كيتابعوا سمي حيدوا لهم المتابعه ويسينياليو وقفوا هاد السفاهه. هادشي بيدنا ماشي بيد شي واحد، وقفوا هاد السفاهه هادي باش يكون واحد المناخ صحي بالنسبه لوليداتنا. كاين اللي كيقول لك لا وهاد السوق ديال النساء علاش دخلتوا فيه علاش كذا؟ الانستغرام او الفيسبوك ولا هاد وسائل التواصل الاجتماعي بصفه عامه ماشي معدله للنساء، اولا راه معدله لينا كاملين، راه وليداتنا كنقيلوا عساسين عليهم عندهم يهزوا التليفون يشوفوا. يعني كاين شي تينا بنيته ديالك غتفتح هيدا تجبر المعيور من الصمت تحت الله يستر، فهمتيني؟ سعيد شنو هو الراي ديالك في هذا المحتوى اللي رجعتي كتشوف مؤخرا؟ دي محتوى ديال شنو نقول لك، محتوى ديال الزباله، واش فهمت؟ ما هادشي اللي رجعنا كنشوفوه دابا ما كناش كنشوفوه شحال هادي. دابا رجعنا اي حاجه تفاهه كاينه، واش فهمتي؟ كتدخل ما تقدرش تدخل التليفون، واش فهمتي؟ في الحمد لله ما عندناش والدينا ما حاضرينش على هادشي هذا،
كانوا حاضرين على هذا الشيء. امين. كنا حاضرين عليه وكانوا حاضرين على هذا الشيء هذا وكان مصيبه وصافي الحمد لله حضرنا عليه غير حنايا بعدا. حنايا بعدا كما كان الحال كان كنمشيو مع الموجه كما كيقولوا كنشوفوا شنو كاين كنمشيو مع الموجه. ولكن هذا الشيء هذا ما خصوش يكون حيت الجيل اللي غيطلع دابا راه غيطلع الجيل واش فهمتي الجيل ما تقدرش تشوف في هادشي دابا 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 هادشي هذا هادو هما الجيل ديال الثمانينات التسعينات شنو نقولوا في الجيل ديال 2005 كيفاش غيخرج للزنقه كيفاش غيعمل واش فهمتي ملي رجعت دابا تينا كتشوف ملي رجع دابا كلشي كيعمل البوز على حاجه تافهه ما واش فهمتي كيفاش غيكون دابا الجيل 2005 2010 هتجبرهم كيمشيو في الزناق عرياني واش فهمتي هادشي حاجه عاديه ولكن الرساله ديالك لزوجة الرساله ديالي غنوجه كل واحد كيتعلق من رجلو واش فهمتي وحنا ما عندهم ما يقلبوا علينا ما عندهم ما يقلوا علينا الحوت كما كيقولوا واش فهمتي حنا عارفين كلشي داكشي دابا داكشي حاليا كلشي كي كلشي مخلص كلشي كيتخلص واش فهمتي هادشي غير موجه دايزه هادي موجه دايزه خل حفيده شنو الراي ديالك المحتوى اللي رجعنا كنشوفه مؤخرا وهو مؤخرا اختلط الحابيل بالنابل فهمتيني بمعنى ان المجتمع خصو واحد اعاده النظر في المحتوى وديك الناس اللي كيتبعوه علاش لان وصلنا لواحد المرحله اللي صافي ولينا كندخلوا على محتوى بحال اللي كنقولوا الزبل ديال المحتوى يعني كنا باقيين ماشيين في واحد ليطاب نقيين مزيانين ضخمين ولكن حاليا المحتوى وصلنا للحضيض لاسفل السافلين علاش حيت اختلطنا مع واحد الاجناس وواحد الاشكال اللي ماشي ديالنا وماشي المجتمع الطنجاوي وبدينا كنخرجوا على النطاق ديال التربيه الطنجاويه المحافظه حنا ما كنقولوش ان في طنجه ما كاينش هذا الشيء هذا ولا طبعا كاين وكذا ولكن حياتك الشخصيه وراء الكاميرا بحق دابا ولا كيبان امام الكاميرا فهمتيني واحد كيجي كيتعرى لك ومراته ولا وصاحبته امام الكاميرا بمعنى ان حنا كنوجدوا شباب اولا القاصر اللي كيتبعوا دابا هذا الشيء هذا كنوجدوا شباب فاشل غيبقى الهدف ديالهم انهم خصهم في واحد النهار يبوزيو حتى هما باي حاجه يوصلوا للبوز باي حاجه يعني ما مهموش هو كيفاش المهم هو شاف العراف صغره وشاف كذا اذا داك الشيء خصو يطبقوا ملي غادي يبدا يكبر كما نقولوا حنا مع العائلات ديالنا وما كنتخلطوش دابا رجعنا كنشوفوا يعني طبعا حنا ما عمرنا كنا كنتخلطوا اولا كذا يعني انا كنقول لك الحياه ديالك الشخصيه وراء الكاميرا حياتك انت براسك ولكن باش تشارك داك الشيء مع الناس تشارك مشاكل التافهه ديالك مع الناس تجيب فهمتي ناسينا كتشوف يعني ولاو كيطبقوا ديك المثل ديال اللي جا يدخل يعني كتجيب مثلي اولا واحد كما كان النوع ديالو تجيبو تحشيه في وسط العائله ديالك في وسط خوتك وتصوروا وتبينوا للناس شنو كتعني واش حنا غنطبعوا مع المثليه فهمتيني يعني كتبقى واحد الظواهر اجتماعيه داخله على المجتمع ديالنا اللي هو مجتمع محافظ اللي هو مجتمع عنده واحد القيم واحد الاخلاق كاين ديك الشيء ماشي ما كاين كاين وموجود وحنا عارفينه فين كيكون فهمتيني ولكن في الديور ديالنا مع الوالدين مع كذا كان واحد شويه ديال الاحترام واحد دابا لا دابا كتصفح اذا الوالده ديالك او الوالد ديالك مثلا في التيك توك ولا كذا كيطلع على غير هذا العجب هذا فهمتيني كيطلع على واحد انحطاط اخلاقي واحد الاساليب الحوار لا علاقه لها بالحوار الاجتماعي اللي خصو يدور فهمتيني حنا خصنا نخلقوا مثلا شباب مثقفين سياسيا اقتصاديا اجتماعيا اللي غادي يدفعوا بالبلاد ماشي بلاد كتقدم وحنا كنتاخروا اولا لان الشعب هو اللي كيقدم البلاد ماشي كيرجع بها اللوري وهذا هذا هذا واجب علينا حنايا واجب واخا انت يكون عندك كونت فيه جوج الناس ثلاثه الناس واجب توعي ديك جوج الناس ثلاثه الناس فهمتيني يكون عندك 10 الناس كيتفرجوا لك ستوريز ديالك خصك توعيهم ولو انك تضحك على ديك الشيء هذا او لا تنمر على ديك الشيء هذا فمي كتنمر عليه يا اخر كياخذ واحد الفكره ديال ان مادام هذا كيضحك على هذا الشيء هذا اذا فهمتيني وكاينين بعض الناس الله يهديهم اللي كيقول لك لا هما وصلوا فين وصلوا؟ يعني ما وصلوش فهمتيني حيت كون كانوا وصلوا ما يامنوش براسهم مازال باش يقول لك لا انا خصني نطلع واش كاينه شي حاجه اسمها شهره الشوهه هي اللي ولات دابا والرساله الاخيره ديالك اخي الرساله الاخيره ديالي هو اللي عنده شي واول اللي عنده شي اطفال حاولوا تقريوهم توعيوهم تعلموهم بان هذا الشيء هذا راه غير مجرد بحال نقول لك فراجه ضحك نشاط مع بعضنا يعني ما عنده حتى شي علاقه بالحياه الواقعيه اللي كنعيشوها حياه خصها تقرا خصها تخدم خصها تعمل بزاف ديال الحاجات اللي غيفيدوك ويزيدوا بك قدام اما اذا كنتي غتبقى مقابل المحتوى فراه المحتوى ما عمره غادي يعطيك راه غادي تبقى بحال اللي كنقولوا كتسعى
كتسعب انا كنعمل محتوى. السلام عليكم عطيني هذه انا كنعمل محتوى غنبارطاجيك غنطاقيك هكذا، ماشي هذه الحياه. شنو هو الراي ديالك في المحتوى اللي رجعنا كنشوفوا مؤخرا؟ هو الراي ديالي اخي ابراهيم هذا المحتوى راه شي حاجه ما كيستوعبهاش العقليه اول حاجه. وحنا عشنا في واحد المجتمع شحال هادي ما كناش كنشوفوا هاد المهزلة هادي، بحال اللي شفنا كتبر شي فيديوهات كتشوفهم شي حاجه غريبه على علينا حنايا وعلى على كلشي، لان ملي كنشوفوا شي حوايج اللي هما العقل كامل ما يستوعبهمش. علاش؟ لان بعض الفيديوهات كتشوف بان واحد العرس اللي عامل ضجه كبيره اللي خصو يوصلوا لواحد البجليه كبير، كتشوف بان حنايا كشماليين ولا كطنجه وحنا العرس ديالنا ولا الافراح ديالنا ما كتجبرناش مخالطين، كتجبر نساء بوحدهم، رجال بوحدهم، اطفال بوحدهم، وما كاينش هادشي هذا اللي كتشوف. دابا كتشوف الاخر كتجي باش تعيط من واحد اخر يجي يحضر خاصها تخلص له الفلوس. حنا كنشوفوا كلشي وعاد اللي حاضرين هذا العرس هذا كتبر حتى شي واحد ما هو طنجه وما هو دبلت، يعني كلشي خارج على طنجه. الحل هادشي اللي توقف هو اننا ما نبقاوش نتبعوا هادشي هذا اول حاجه، والاطفال ديالنا نحاولوا ما امكن انهم نبعدوهم على هاد المحتويات هادو كاملين. نمشيو نقريوهم الدين، دخلوهم المدرسه ديال القران الكريم، نقبلوهم في القرايه ديالهم، نقبلوهم في التربيه ديالهم. اما هادشي هذا التليفونات وهادشي هذا راه ما بقاش كي اخي ابراهيم شي حاجه خارجه على الطريق تمام. هذه كانت النهايه ديال الحلقه، وخليوا الراي ديالكم في الكومنتيرات. والسلام عليكم، نتلاقاو في الحلقه اللي مازال. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.